أجرى علماء مسوحات في مناطق مثلث برمودا ووجدوا هرما يقف منتصبا على قاع البحر لم يتم اكتشافه من قبل. تظهر النتائج الأولية أن الهيكل يتكون من مادة مثل الزجاج وهو سلس تماما وشفاف جزئيا، بنية عملاقة تبدو أكبر من الهرم الأكبر خوفو في مصر، وقد تم تحديدها في البداية من قبل طبيب في عام 1960، وتم التحقق بشكل نهائي من قبل فرق غوص من فرنسا والولايات المتحدة، وهناك دراسات لهياكل أخرى باليابان على شكل أهرامات أو أطلال تحت الماء لا تزال لغزا يحير العلماء. بلغ طول قاعدة هذا الهرم 300 متر وارتفاعه 200 متر، والمسافة من القاعدة إلى قمة الهرم حوالي 100 متر فوق قاع البحر. أكد بعض العلماء منذ سنوات أن المثلث هو مصدر طاقة غريبة موجودة في قاع بحر المحيط، مما يفسر غرق وسقوط الطائرات والسفن والقوارب المارة فوقه، وهذه الطاقة هي سبب تقلب المياه حوله وتتسبب في موجات متصاعدة هائلة وضباب على سطح البحر. هناك أيضا تكهنات بأن مثلث برمودا والمنطقة حيث يقع هذا الهرم قد تكون نوعا من الأرض المقدسة محمية من قبل أطلانتس، وإيا كان يعبر هذا الموقع يعتبر قربانا. يدعي آخرون أن الهرم يمكنه جذب وجمع الأشعة الكونية من مجال الطاقة،